بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ساكا أو أي تاريخ تتهي طبنك بشا مارس لبكون لباتن إيا أفر وحا محكمة درجة كوبات دقمدة كسمايو حكم دقن قلقة أي كفرين إيسا دل توغشاء دنبيل حسن عبد الله عبدي إن حليمة محمد عمر أو لغوها لي إنو ديلي حليمة محمد عمر وهو يدي أهيد تاريخ مركة أهيد كوب إيا طبانكي بشي اللحاد لباكون لباتن إيا صدح سوى فقصاً آيات القرآن سورة البقرة بقول تضباتن إيا سديد إي لهي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان آيات دا سوى فخصان إلهي ليهي ربي وحو فرد كاردقاي دادك اللاية إن إيقنا لقصاص أو قصاص لغفليو تا إنغو عسكنين أيا ساكا وحا هلكن أتاقن هاي إن قصاص تا لغو أوغو حسن عبد الله عبدين لغو أوغو إيا سوى فخصان هبراع أكو حسن لوا بقول أفرتن إيا سيديد حيركا هبكا عقابتا إيا حيركا عقابتا قود قضبكا سغاشن إيا أفر سيدا درتيت وحا هلكن ساكا لغو فلين أيا حكمكا قصاص تا دنبيلهاس أو فل فالحن أو وحشن ماله سيدي لو هذا أجا أما براها بشدة اللي قطع وضي أوجيستي هو يدي يسقط الشيء حليمة محمد عمر أوجيستي سيدا درتاد وحن لنا هاي قف والباء أو بشدة كجلا أما حيال كيسة هالنقطة أما بشدة كلا هالنقطة دم بكجلا شرع إجا إسلام كا إيه وحوى يحير كودن كود دجن من نتش حنجح كما جلايو مركا أريتاس أيام ما أنت هلكن لو سوق جبا جبي أو حفيز كحرر على أنتنا أولها فلنت هي مسؤولية دولها سوى فقصن هبراع أكو حسن لو أبغى قل أفرتني يسديد حرك هبك عقابته هذه أدب ما تنتهين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.